المتحف هذا جمعته خلال 48 سنة، وشامل جميع التحف وجميع العملات وجميع الأواني وجميع الملابس وجميع الأدوات الزراعية والطبية والقهوة والشاي والأسلحة بأنواعها والأحجار الكريمة يعني فيه آلاف القطع. جمعت حب الوطن والتراث وحب في أجدادي هذا ما خلفوه لنا. جمعت المتحف هذا عشان أولادي يتعلمون وثروة لهم في نفس الوقت، لأن تراث البلد وتراث الوطن وهذه ثروة ما يتفرط فيها أبدا، وهم متعلمين بنتهم وولدهم كلهم متعلمين مني في المتحف هذا. بدأت انطلاقة موهبتي من خلال المتحف الوالد، بحيث أنه يجمع فيه قطع مميزة، فأنا حبيت أستغل التميز هذا بتميز صوري اللي أنا التقطها. ومن خلال متحف الوالد حبيت تكون بداية انطلاقتي في إدارة الملك عبدالعزيز. هذا المكان يمثل لي تعب الوالد وموهبته وحبه لتجميع التراث، وعلمني كيف أثابر حتى أصل للي أنا أبغاه وللي أنا أطمح له. مي، ما هو الشيء اللي تتمني انك تحققينه وما حققتيه؟ طبعا زي ما قلت لك انه دراستي تعتبر امنية عندي، غير كذا انه حابة اوصل للعالمية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ايش المجال اللي حابة تدخليه؟ انا كل شوي اختار شيء، ف مو حابة انه شيء يعني يعكس موهبتك وهوايتك؟ لا، لاني انا كذا ماخذة شيء في حياتي انه مستحيل شيء احبه اروح ادرسه، لأن مثلا إذا درستي مثلا مجال غير وقت فراغك تقدرين تمارسين فيه موهبتك، لكن إذا درستي أنت موهبتك اللي هي التصوير، مجال التصوير، درستي تصوير وقت فراغك حتصورين، كذا ممل للحياة. لا بالعكس، يكون أنت وظفتي شيء يعني ممكن أنت تعرفي أشياء عامة، بس لما تدرسيها كدراسة والتخصص تعرفي القواعد اللي تمشي عليها، تعرفي أشياء تفصيلية أكثر يمكن ما كنتي تعرفيها إلا إذا كنتي دارسة. لا بالعكس، انا اشوف النظر ما احب ادمج موهبتي في دراستي ابدا. طيب حابين نرجع شوي للوراء لطفولتك، كيف كانت طفولتك؟ ما هي ابرز الذكريات اللي كانت او التي لا زالت عالقه الى الان في ذهنك من مرحله طفولتك؟ طفولتي كانت شقيه نوعا ما، لكن كنت مدلعه عند ابوي خاصه. ذكرت يعني ذكر مواقف، مثلا كنا سافرنا مع بعض، كانت مواقف حلوه. كنت انا وابوي في ركبي اللعبه، ذكر كنت اخاف من اللعبه، فهو الا غصب اني اركبها عشان يقوي قلبي. جميل، عشان يقوي شخصيتك عشان ما تخافي من الاشياء. في نهايه حلقتنا اليوم، في نهايه برنامج مبدعات، ماذا تقول مي لكل الموهوبات في فن التصوير من خلال برنامج مبدعات؟ طبعا اي احد مو شرط في التصوير عنده موهبه يحط له هدف راح يوصل له، ايش ما كانت العقبات اللي تواجهها. يعني انا كنت يوم من الايام انتظر اللحظه هذه، صح انه اعتبرها بدايه لكن نقله نوعيه كبيره في حياتي، وتستمر بطموحها ويعني تستغل ادنى الفرص في صالحها هي في موهبتها. أشكرك مي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء،
وبهذه الحلقة نختتم برنامج مبدعات اللي استمر على مدى 8 أشهر متتالية. حاولنا من خلال برنامج مبدعات أن نسلط الضوء على أبرز الشخصيات المعطاءة، أبرز الشخصيات المتميزة والمبدعة. أشكر كل الشخصيات وكل المبدعات اللي استضفناهم في البرنامج، وأوجه شكر خاص لكل المبدعات اللي منعتهم الظروف من الظهور على شاشة التلفزيون، لأنه في بلدنا الغالي الكثير من المبدعات اللي ما يظهروا على وسائل الإعلام بشكل عام. أنا أحييهم باسمي وباسم قناة الثقافية، وأوجه لهم كل الشكر والتقدير. أشكر كل فريق برنامج مبدعات، أشكر المعدة البرنامج الأستاذة ملوك سندي اللي هي في هذه الأثناء تخضع للعلاج في بريطانيا، وإن شاء الله ترجع بالسلامة يا رب. أشكر مخرج البرنامج الأستاذ المبدع عبد العزيز عاشور. أشكر كل الجنود خلف الكاميرات، المصورين واللايتنج فردا فردا. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدين الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى أن نكون قدمنا ما يستحق المتابعة. أهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.